السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام متابعي قناه سامراء الفضائيه، حياكم الله واهلا وسهلا بكم ورمضان كريم عليكم. رجعنا لكم بالعشره الثانيه، العشره الاولى كانت مع برنامج واصل وزميلتي سوزان، واليوم مع تمر هندي مع احمد هندي وحاج روان، والحمد لله مغير البريء على الخير على الخير مبارك. حاج روان طبعا اشتاقنا لكم، اشتاقنا الحاج روان، وراح نبلش وياكم مشوارنا من برنامج تمر هندي مع احمد هندي، فخليكم ويانا. السلام عليكم. طبعا البدايه مع شرطه الانضباط والانضباط والنظام والقانون واحلى امن وامان ان شاء الله عليكم وعلينا وعلى جميع محافظات العراقيه. الاسم بالخير. جميل العام التقينا بكم برنامج تمر هندي والسنه نجدد اللقاء. الاسم بالخير. الو 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 من وياي نهرو. ها انت نهرو لو الو نهرو الو نهرو الو لو نهرو الو 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 شلون سروت؟ حياك سروت. هريم انا ابو عمار. ابو عمار وجميل، بس لو حفظتهم. شلونكم اخباركم؟ رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. بالبدايه راح نضيفكم تمر هندي ووراها نبلش باسئلتنا وان شاء الله تربحون ويانا. عندنا هدايا بسيطه مقدمه من قناه سامراء الفضائيه لكل متابعينا ومشاهدينا واللي نلتقي بهم بشهر رمضان المبارك. يلا يا حاج روان. انطلع له انطيه. هلو يعني هلو يعني باص. هلو يعني صقر. صقر. حي الله الصقر. اسم على مسمى. نعم. شلونك؟ انت شو اسمك؟ محمد. يا محمد. عطيه. يا صفته. اسالك سؤال، اذا جاوبت اعطيك هديه. كم يبلغ ارتفاع جبل حمرين؟ لا سوي لك ارد حمودي. حاج روان شلون الصحه؟ احوال امور بين ما يكملون جماعه تمر هندي، شلون الاخبار الامور؟ مشتاق لك، غير اللوك وغير التسريحه. طربوش وين؟ طربوش راح والله. باكر طربوش ان شاء الله؟ ان شاء الله. يلا. هاكاك جميل، شلون تمر هندي؟ والله تمام ان شاء الله؟ يلا ان شاء الله تمام. جميل، عندنا سؤال راح اسالك اياه، اذا جاوبت تربح ويانا هديه بسيطه مقدمه من قناه سامراء الفضائيه. كم يبلغ ارتفاع مرمى كره القدم؟ كره القدم. انت لمن تشجع؟ والله يا نادي. ريال مدريد. ريال مدريد محليا؟ والله محليا ما عندي. نادي اربيل؟ اشجع ولا هو بس. يعني ريال مدريد انت؟ نعم. جيد. ايش قد يبلغ ارتفاع مرمى كره القدم؟ والله اعتقد 3.5. اي هلا، ايش قد يبلغ ارتفاع مرمى كره القدم؟ دريجيكي برندي جول يتسندر. 2 متر ونص. هنا قال 3.5، انت شو تقول؟ 2 متر ونص. مترين ونص. سروت. هنا تعال لا تسال احد. سروت. يا بقول له. برندي كيت سنة. دونيو. 2.5. 2.92. صعد بعد. ابو عمار صعد. صعد حيل. خليه 73. 73 صعدت حيل. يابا ولا واحد جواب صحيح. والله معليش. تمام. انتم ما ربحتوا انا بس راح نغير لكم السؤال. عندنا هذا خبر، عندنا خبر. اذا تقرا لي اياه بدون اي خطا راح تربح ويانا هديه مقدمه من قناه سامراء. تمام. شلونك بالعربي؟ زين الحمد لله. يلا هذا الخبر. يلا نبلش منه. وقال معصوم في بيان صدر بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية أنه بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية في ذكراها 47 بعد المائة، حيث بعد المائة المائة تكتب مكتوبة تكتب هيك ولكن تقرأ المائة، حيث الإعلان هاي وحدة أول صحيفة الزوراء في بغداد عام 1896. لا اقرا لي اياها باللغويا يعني 1869 شلون تنقري؟ اي 1869. الله صفقه يا ابو صفقه. نتقدم باحر التهاني الى كافه الصحفيات والصحفيين العراقيين والى كافه النقابات والمؤسسات الصحفيه والاعلاميه في كل انحاء البلاد.
مثمنا لا مثمنا 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 دورهم وتضحياتهم في انتصار شعبنا على الارهاب وحمايه النظام الديمقراطي. الله الله عليك والله تمام يابا صفقه. اهلا مرحبا يابا. دبرها صقر. ها تقدر تقراها؟ يلا هذا ايه يابا. هذا بمناسبه طبعا عيد الصحافه تمر علينا بهذه الايام ذكرى عيد الصحافه، فاحنا بدورنا من خلال برنامج تمر هندي نقول مبارك لكل الصحفيين زملائنا وزميلاتنا الصحفيات بهذه المناسبه وايضا هذا الخبر. نشوف وقال معلومة في بيان صدر بالمناسبة لعيد العيد الوطني للصحافة العراقية، إنه بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية في ذكرها 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 لا مو ذكرها هاي ذكرها هاي واحد قطع ثاني بعد يروح عليك. أوكي. السابعة والأربعين بعد الـ بعد الـ بعد الـ بعد الماء خطا ثاني ما يصير بعد الماء بعد الماء تنازل. يلا ابو عمار ابو عمار ابو عمار اي خطا يروح فيها خلصت من اول عالم. وقال معصوم في بيان صدر بمناسبه العيد الوطني صوت 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 وقال معصوم في بيان صدر بمناسبه عيد الوطني للصحافه العراقيه انه بمناسبه العيد الوطني للصحافه العراقيه في ذكراها 47 بعد 100 حيث اعلان عن انطلاق اول صحفيه هاي وحده هي صحيفه يلا يلا وطرتني صحيفة الزوراء في بغداد عام 1869 نتقدم بأحرى تهاني بأحرى يا ابو بأحرى هاي صار اثنين الثالث يروح عليك بأحرى تهاني الى كافة الصحافيات والصحفيين العراقيين والى كافة النقابات والمؤسسات الصحفية والإعلامية في كل أنحاء البلاد مثمنة على ايه مثمنة 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 ابو عمار هواي غلست يلا يا ابو يا ابو المثمنة يا ابو هنا مثمنة يلا بلش لي يلا منا وقال مصعوم الله ياخذك اتعلم بي اتعلم بي يا راني قرايتي مو عربي من اول ابتدائي قرايتي كردي الحدث مدرسه يا بس نغير لك يلا هسه هنا بس جميل ربح ويانا جميل بس شوي رمضان كريم كل عام وانت بخير ما عندك سؤال؟ ها عندي سؤال؟ تريد سؤال؟ يلا يابا ما هي اجف قاره بين قارات العالم؟ ابو عمار راح اعطيك هذا اخر احتمال اعطيني هسه هذا بعد ما قدرت هذا اخر احتمال هذا ثانيه 12 راح انتظرك دقيقه اذا ما رمش عينك يربح وياي هديه عين ما يرمش دقيقه واحده وين وقف ساعتي والله هذا على ساعتي تمام خلينا نرفع هذا شويه يلا هسه نبلش من السته اذا رمش عينك دقيقه اذا رمش عينك ما يربح اذا ما رمش لا والله تربح ويا هديه تمام خلي رمش هواي رمش هواي اشبع انطلق قامت عيني حرق لا ما قال اي ابو عمار زين ابو عمار زين ابو عمار زين ابو عمار ما ظل شيء زين 12 لو للسته لا للسته دقيقه الشباب يا ابو لا احد يصفق يا شباب عاد روان لا تسوي باللي شو اسمه يلا خلينا نسوي بعد ما ظل شيء ربع دقيقه صدق يا ربع دقيقه
تمام. يابا خلص دقيقة. تمام رمضان كريم وكل عام وانت بخير، ينعاد عليك بالصحة والسلامة. فرحنا بشوفتكم طبعا مشاهدين الكرام، خليكم ويانا وبرنامجكم تمر هندي من قناة سامراء الفضائية. يلا يا حاج روان خلنا ندور. السلام عليكم. رمضان كريم. الو مرحبا. كل عام وانت بخير، نعاد بالصحة والسلامة. الحمد لله. من وين؟ أربيل. أربيل اسمك بخير؟ جاسم. كل عام وانت بخير. اسمك مو مال أربيل. جاسم. أيوة. جاسم ومحمد. أيوة. حياك استاذ جاسم. شلون صح محمد؟ شلون رمضان عليكم؟ الحمد لله. شنو الأجواء الأمور عندكم بهذا رمضان؟ والله الحمد لله كلش أمان، ويعني أربيل الحمد لله كل زين. ان شاء الله انه امان الاربيل وكل محافظاتنا العراقيه ان شاء الله. ان شاء الله. ابو محمد عندنا. نعم. سؤال. نعم. اذا جاوبت عليه راح تربح هديه. ماشي. السؤال يقول: ماذا يحمل تمثال الحريه في يده اليسرى؟ تمثال الحريه اللي بامريكا. نعم. ماذا يحمل في يده اليسرى؟ يده اليسرى والله ما اعرف. ما تعرف؟ اسم بالخير. رشيد. رشيد من وين؟ من سوريا. من سوريا. حياك، تحياتنا لكل اهلنا في سوريا الحبيبه. حياك. يلا يا رشيد، تمثال الحريه في امريكا ماذا يحمل في يده اليسرى؟ والله ما اعرف. اقول لك هذا حريتهم يعني من ها؟ هذا حريه لهم يعني عم يشيلوا. اي شو يشيل هو؟ يشيلوا باليد اليسرى. شنو شايل بيده اليسرى؟ الارمى. ها؟ شو اسمه؟ شنو؟ باكيت جقاير؟ جقاير. شنو نوع الجقاير اللي شايله؟ شايل وينستون. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، حياكم. خليكم ويانا مشاهدينا الكرام برنامجكم سمر. يلا خليكم ويانا، خلينا نسلم على جاسم. السلام عليكم. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، نعاد عليكم بالصحه والسلامه. اسم بالخير. محمد فرج. حياك. من وين مجد؟ فلوجه. حياك الله وتحياتنا لكل اهلنا بالفلوجه. عمار علي. والله عمار علي هم فلوجه. تحياتنا لكم، تحياتنا لاهلنا بالفلوجه، والامن والامان ان شاء الله لكل اهلنا الابرياء بالفلوجه. حياكم. شلونكم اخباركم؟ شلون الامور؟ شلون الوضعيه؟ شلون الامور؟ اجواء حلوه هنا رمضان الحمد لله. امان وحلوه والحمد لله. الحمد لله اشكر. احنا قناه سامراء الفضائيه، راح نشارككم تمر هندي. حياك الله. ماشي. وراح نسالكم سؤال، اذا ربحتوا ويانا ماخذ لكم هديه بسيطه، اذا ما ربحتوا ويانا انا عاد مسلمين عليكم. احنا ان شاء الله ربحنا وياكم. شو يا الله يسلمك يا حبيبي. اهم شيء توصل الجواب. اهم شيء تمر هندي. يا ابا صب لنا نص. صب لنا نص حجي. اه قلنا لك. ايه عاشت ايدك. هاي شراب يا احمد. أملي حقمة. أنا بصحر. بسم الله. يابا اسم دولة. نعم. إذا قرأتها بالمقلوب ينطيك اسم أحد أقاربك. يا طيب بس اعطوني مجال. اسم دولة. إذا قرأتها. اسم دولة. من ليبيا. ينطيك اسم أحد أقاربك. أحد أقاربك. عندك أحد من قرايبك اسمه ليبيا؟ لا. بجيرانه جات اسمه ليبيا. يعني إلا دولة؟ إلا هي دولة. تقرأها بالعكس ينطيك اسم أحد أقاربك. يا والله ما عندي. من أعرفها هاي؟ لا يعني ما عندي. عدد. ماشي راح أقول لك الجواب. نعم. أقول لك الجواب. توصله العمار. عمار. توصله العمار. نعم. إذا وصلت صحيح تأخذون هدية. وإذا ما وصلت.
الجواب هو القوة. بس لا تطلع صوت. بس همسن. ماشي. همسن. ارجع لي ورا. هسه اقول له. إله قول له. كوبا. تمام تمام كوبا يا ابو يقول كوبا. تمام. جواب صحيح عمي كوبا. شو يصير؟ كوبا؟ ايه؟ الزربوق. شو يصير؟ بلع. ما بتم عليك حياتي. هسه هاي وخرها. نعم. شو يصير؟ كوبا. شو يصير؟ ابوك والله. شو يصير عمي؟ أبوك. مضبوط يا ابو هاي بيناتكم انتم تتفاهموا عليها. هديه بسيطه مقدم قناه سامراء. رمضان كريم عليكم. ان شاء الله رمضان القادم بالفلوجه نجي نزوركم هناك. حياكم تحياتنا. حياكم. يلا خليكم ويانا مشاهدينا الكرام قناه تابعي قناه سامراء الفضائيه وبرنامجكم سامراء. كريم كل عام وانت بخير. ينعاد عليك بالصحه والسلامه. رمضان كريم. شلونكم اخباركم؟ رمادي. رمادي شلون الرمادي؟ ان شاء الله بخير. شلون كنت ترجعون ان شاء الله؟ والله ان شاء الله ورا العيد. ورا العيد ان شاء الله. ان شاء الله على درب الرمادي. ها اسم بالخير. محمود علي جدو. ابو من؟ ابو محمد. حياك محمد. شلونكم اخباركم؟ شلون رمادي؟ رحتوا هناك لو بعد ما رحتوا نهائيا؟ والله راحوا وفوت. ها الحمد لله. ها رجعوا وانت ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله. الاسم بالخير. عمر. ايش؟ عمر. حياك عمر. يا بدا يخابر. ابو من؟ ابو رافع. ابو رافع. ابو رامع. ابو رافع. شلونك ابو رافع؟ شلون صحه؟ رمضان كريم. كل عام وانت بخير. سده سده. شلونكم اخباركم؟ هم رمادي. شو وقت ترجعون ان شاء الله؟ والله ان شاء الله. يا الله. جهزتوا اموركم ترتيباتكم ان شاء الله ترجعون تستقرون هناك والامن والامان لكم ولعوائلكم ان شاء الله بكل اهلنا بكل محافظات العراق. احنا قناه سامراء الفضائيه برنامج تمر هندي. بالبدايه نشربكم تمر هندي زين للصايم وراح نسالكم سؤال اذا جاوبت تربحون ويانا هديه. يلا يا حاج روان. بالعافيه. السؤال يقول من هو فيلسوف الاندلس الاول؟ فيلسوف الاندلس الاول. هاي عمر. ابرا. فيلسوف الاندلس الاول. زين راح اعطيك خيارات. هو ابن الرشد. ابو الرشد لو ابن النفيس. ابن النفيس. لا غلط. ابو الرشد. زين راح اغير لك السؤال. تمام. يقول خمس وحدات عندنا. خمس وحدات. واحد 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 واحد. اريد تستخدم طريقه حسابيه تطلع لي الناتج 100 سواء تضرب عدد بعدد تطرح تجمع. شنو الناتج 100؟ ايه ضرب وجمع كيفك بس المهم تعطيني ناتج 100 من خمس وحدات. شلون 20 يعني؟ عندك واحد 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 واحد. نعم. تجمع 11 ب111 تضرب واحد ب100 يعني المهم تعطيني الناتج 100. حيو حيو. شلون الصحة؟ شلون الأمور؟ رمضان كريم. كل عام وأنتم بخير.
شلون صح الاحوال؟ جيت المنقذ، انت راح تنقذ الجماعه هنا من المازق اللي هم فيه. يقول من هو فيلسوف الاندلس الاول؟ هاي طبتك مال واحد. شلون اخباركم؟ الله يسلمك. يابا صب لنا هنا تمر هندي. شلونكم باللغه العربيه؟ والله يعني احنا اليوم على رمضان كلها مكرشه. اي مو؟ تقدر تخلي لي كلمه كرش بجمله مفيده؟ الكرش كرش جمله مفيده. اي كرش ما بيه فايده. يابا كلمة كرش خلينا اياها بجملة مفيدة. كرش؟ كرش هاي الناس بكرشة اليوم كلها. نعم. جملة مفيدة و... ما بي فايدة كرش. 111 ناقص 11. 111 ناقص 11. اي والله تمام. مو 111 ناقص 11 يصير 100. تمام. اي بس اعطينا جملة مال الكرش، حتى هاي الأدية بسيطة من قناة سامر هاي صارت بيدك، بس اعطينا جملة مفيدة على الكرش. والله ما اعرف. لا لا ما يصير، ما في فايده. يقول ما في فايده. اي والله منا والله. ما يلا رمضان كريم عليكم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. رمضان القادم كل من بديرته ويمه له حياكم. يلا خليكم ويانا مشاهدي الكرام. حاج روان حبيبي حياكم، ودائما متواصلين وياكم من قناه سامراء الفضائيه وبرنامج تمر هندي. وخلي هنا نسلم على الجماعه. حيو شلون الصحه؟ شلون الاحوال؟ رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. الاسم بالخير. محمد. ابو من؟ ابو ذر. ابو ذر؟ نعم. ما عندك غير اسم منا منا؟ يعني شلون اطلع منه؟ اسم قديم شيء. ابو صقر. ابو صقر. اي حتى تمام. طبعا تحياتنا لابو صقر وتحياتنا لكل اهلنا بمحافظه الانبار. اسم بالخير. خليل يعني. خليل حياك. حياكم، رمضان كريم عليكم، كل عام وانتم بخير. اول شيء راح نشربكم تمر هندي، ووراها نسولف عاد على رمضان، على اجواء، وراها نسالكم سؤال. اذا ربحتوا ويانا هديه بسيطه نفرح، واذا ما ربحتوا نعمل شيء ان شاء الله. ان شاء الله. يلا صب يا احمد. أبو صقر، سؤالنا يقول من هو فيلسوف الأندلس الأول؟ أنت قوي بالفلاسفة. إيه والله. ما لحد. زليار؟ لا. فيلسوف الأندلس. أبو صقر يعرفه، أنا أقول لك أبو صقر يعرفه، بس خليه يستعيد ذاكرته شوية. مار عليك هو هيك اسم؟ والله مار علي. والله ما صدقت. والله مار علي. والله ما فيلسوف الاندلس الاول. ايه بس اقول لك هذا الاندلس منين اكله بخبز وطمو. ابو صقر ما اعرف. ابو صقر ما تفيدك هاي سؤال، ما يفيدك. إيه؟ عدد لي خمس انواع من انواع الباميه. ايه هو مال الصوفيه. ايه بعد اللي نخرب عليه. ايه تمام. بعد البتره. البتره هاي اثنين. البتره. إيه؟ وال هاي شو يسموها الشوكليتي. لا هاي من قلبك. حسنا وفو. حسنا. 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 هاي ثلاثة. زين. ايه المجففة. المجففة هاي ثلاثة. هاي أربعة. ميبس. ثلاثة هاي ويا المجففة ثلاثة. اي وهاي اليابسة تسويها قبل أم تسويها. خير. هاي أربعة. خمسة. لا أربعة مو الحسناء. هاي تمر. هاي الحسناء وانت ورطك بيها. تمر. اي بعد وحدة. الخشنة. الخشنة. يا ابو رمضان كريم كل عام وانتم بخير. نعاد عليكم بالصحة والسلامة. ان شاء الله رمضان القادم بالرمادي ان شاء الله. بالمنشأة مالتك الحمراء منا تقوم تاخذ ناس وتودي ان شاء الله للديرة. ماشي. رمضان كريم عليكم مشاهدي الكرام، خليكم دائما ويانا. وين حاج روان؟ يلا يا حاج روان. يلا يا حبيبي تواصلوا ويانا وبرنامجكم تمر هندي. يلا السلام عليكم. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. نعاد عليكم بالصحة والسلامة ان شاء الله.
متواصلين وياكم مشاهدينا الكرام في قناة تمرات فضائية وبرنامجكم تمر هندي. وما شاء الله ما شاء الله ولايتنا رمادينا محافظاتنا صلاح الدين الموصل كلها هنا بهاي الديرة. ان شاء الله ان شاء الله رمضان القادم نجي هنا زيارة اسبوع ونرجع نقضي لنا كم يوم ونرجع كون بمدننا بمناطقنا. الاسم بالخير عصام خضير ابو احمد. عصام خضير ابو احمد سيد رافع حسين ابو وائل ابو وائل العلم وابو احمد. حياكم شلونكم شلون صحتكم؟ الله يسلمكم رمضان كريم عليكم. احنا بالبدايه خلينا نشربكم تمر هندي. لا ما اشرب انا من صايم. يا شنو هاي يا صب لنا تمر هندي. يلا بسم الله. ابو وائل ابو حياكم شلونكم حبيبي شلون الصحه؟ الله يسلمك ويحفظك مشتاقين شلونكم رمضان كريم عليكم اكيد عرفت شلونكم شلونكم بعد حياكم شلونك صار شلون صحتكم رمضان كريم عليكم الله يحفظكم حياكم. يا رب العافية. العافية والحمد لله. عم عندنا سؤال جاوبنا عليه أربع هدية ماشي مقدم قناة سامراء الفضائية. ما هي أجف قارة بين قارات العالم؟ شنو هي؟ أجف قارة بين قارات العالم. أجف قارة؟ إيه قارة جافة. أستراليا. أستراليا وهنا شو يقول؟ هم أستراليا. هم أستراليا. فين راتكم جاوبتوا صحيح؟ أريد هالساعة واحد لازم يفوز على الثاني. تمام؟ حتى ياخذ الهدية المقدمة قناة سامراء الفضائية. أريد انتوا هنا ان شاء الله اثنيناتكم ساكنين باربيل. تمام. اسم اسماء مناطق باربيل كل واحد يعطيني اسم منطقه. إن شاء الله. تمام. شقلاوه نبلش هنا وهنا هنا قال شقلاوه. داخل اربيل عنكاوه. عنكاوه بعد النقطه. إيه. هو اللي راح يوقف راح يخسر واللي يستمر راح ياخذ. داخل اربيل. داخل اربيل. داخل اربيل. إيه. مصيف صلاح الدين. مصيف صلاح الدين. باداوه. باداوه. عنك شو اسمه هبلان يعني هبلان داردو. ها داردو شنو دارتو هاي مبين جتك منا. ايه تيراوه ستقهاوة. شنو هو؟ ستقهاوة. ستقهاوة. بن صلاوة. بن صلاوة. باختياري. باختياري. يلا بعد النوف. زيتون. زيتون. الصاوة. ها؟ الصاوة. شنو هي؟ بن صلاوة. بن صلاوة. خمسة حصاروس. خمسة حصاروك. بازاوة. ها؟ بازاوة. بازاوة. مو باجاو ردوا العدل يا بعد ردوا العدل زانكو ده تصينا قوي حصاروك قالها بنج حصاروك بنج حصاروك قالها غيرها خمسة أربعة ثلاثة طيراوة أزادي 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 أفلان شنية أفلان أفلان قالها شاوي خمسة شاوي 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 فرمان بران فرمان بران فرمان بران ماذا شو اسمه يقول برام برام ايه ستلايت رمضان كريم كل عام وانتم بخير نعاد عليكم بالصحة والسلامة ان شاء الله مشاهدينا الكرام خليكم ويانا مشاهدينا الكرام ونلتقي هنا بالأساتذة. السلام عليكم رمضان كريم وين كل عام وانت بخير نعاد عليك بالصحة والسلامة شلونك اخبارك تمر هندي تعال جرب تمر هندي عمي شلونك اخبارك تعال نسألك كم سؤال نسألك كم سؤال ويا تعال ويا تعال ويا حجي هيان جاي شلونك حبيبي شلون صحتك رمضان كريم عليك نعاد بالصحة والسلامة من وين بغداد. من بغداد حياك الله وين بغداد دوره من الدوره حياك وحيا الله كل اهلنا ببغداد وبالدوره تحديدا زياره سياحه عمل لا والله ساكن ساكن هناك قصر لك
صار 5 سنين بتسوق. اه ما شاء الله قديم انت. ايه. جيد. شنو هالبطن هاي؟ شنو الكرش هذا؟ كله مي. ها جديد على مود رمضان لو قديم؟ لا لا والله يا باخذ لنا يا زوم، اخذ لنا يا زوم. شلونكم اخباركم؟ والله بخير. تروح تجي بغداد لو هنا مستقر؟ الحمد لله. شغلك عملك؟ والله عندي سيارة. اه تاكسي؟ اي الحمد لله وشكرا. الحمد لله. شلون الشغل ان شاء الله زين؟ والله شوي ها. شكلك ما تصوم بالنهار. لا لا. بطل المي بصفك وترقرق. مو صحيح الله عليك. مبين عمي، مبين عمي مبين. يلا يا ابو تمر هندي حطها بالجزمة. جزاك الله خير. بالثلاجة. هاي وياك؟ يا هذا ابني. ابنك الله يخليه شو اسمه؟ رامي. رامي؟ هلا برامي شلونك؟ في عينك سلامات. نظرة. يا معود. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. حياك هلا برامي. شاهدين الكرام رامي وأبو رامي اليوم ويانا برنامج تمر هندي. هنا الأخ ويانا خليه يلتحق. هنا هنا الأستاذ. يابا. نعم. احنا اليوم عندنا هديه، نقدم هديه بسيطه من قناه سامراء لحضراتكم. راح نسالكم نريد من عندكم شباب هدوء، نريد من عندكم اكلات ما دام هنا الاخ هنا يمكن ما يلحق اكلات. تمام كل واحد يعطيني اكله. اي نعم. واللي يبقى اخير واحد هو الفايز. ماشي. نبلش منا. ها كباب، خوز الشام، دولمه دول دول ماي محشي، شيخ محشي، تكه باكر فراي، شل فراي، تمن ومرق، تمن ومرق، راميه راميه، افخاذ افخاذ. يا شباب بدون هسه راح نجيكم افخاذ. برياني، برياني، كبه اقول برياني. استاذ برياني حمص وطحينه. حمص وطحينه اكله. هاي تزعل. هاي تبيد ويا حمص وطحينه. هاي تبيد ويا حمص وطحينه. سمونا حمص وطحينه. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. يلا هنا بقى هنا الجماعه. تعلم منا، تعلم منا. يلا تشريب. كبه فروز، فوزي فوزي، شلغم، حمص شلغم، تمن تمن، شنو تمن ومرق، تمن ومرق، باكر تشريب، سمك سمك، تبسي. يابا لا لا ايه. يابا نغير، نغير، نسويها عصاير 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 عصاير. مشكل مشكل، رمان، جوز، بطيخ، شربة عنب، موز، برتقال، برتقال، سفرجة. شنو؟ سفرجة، ليمون، بطيخ، ايه سفن. شنو؟ سفن عصير. جزر حبيبي، جزر، ليمون، ليمون قالة، أناناس، أناناس، بطيخ، بطيخ، رمان. بس أنا أحسه وبيت طلعت أنت مال وحدة. فراولة. ها فراولة، مش مش لا لا ناس خوخ، خوخ يا ابو صارت هواي تكرار والشباب ده هنا ده يردون. لازم 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 نشوف، لازم لا ما حد ربح هسه، ما حد ربح والله. هذا جاي جاوبك هسه، راح نغير راح نغير هسه راح نغير، راح نشوف لنا سالفه هسه. طبعاً هذا احنا جاي دورنا يا ابو الشباب. يا ابو على طاري عصير المشمش. شلون على طاري عصير المشمش؟ اي نعم. هسه اريد واحد يقول خمس مرات هذا المشمش مو مشمشنا، هذا المشمش مو مشمشنا. اول طبعا المشمش، ايه طبعا المشمش هو موسم قليل اقل الشهر. اسمع هاي المعلومه، اسمع هاي المعلومه. ايه اول معلومه سبحان الله، اقل الشهر ويخلص على السريع. حلو. هذا المشمش مو مشمش، 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 ترى مش مشكوك ولا واحدة صح. يلا يا عمي. هذا المشمش مو مشمشنا، هذا المشمش مو مشمشنا، هذا المشمش مو مشمشنا، هذا المشمش مو مشمشنا، هذا المشمش مو مشمشنا. يا ابو والله انت هنا تمام، بس هنا الاستاذ هم يربح ويانا. على راسك. هاي وهاي ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير، عاد عليكم الصحة والسلامة. يلا خليكم ويانا مشاهدي الكرام، متواصلين بحلقتنا من برنامج تمر هندي قناة سامراء الفضائية. حاج روان ضيفنا الشباب اللي راح نتعرف بأساميهم. عبد العظيم قاسم حسن. عبد العظيم من وين عبد العظيم؟ من سنجار. سنجار، حي الله سنجار وهالسنجار.
حمد عبد العزيز. حيو حمودي من وين؟ سنجار. هلا بسنجار. فايق منور من بيجي. حياك حي الله بيجي. فقار حسن بتار من يثرب. حياكم كل الهلا بيكم، ان شاء الله رمضان كريم عليكم، وان شاء الله دائما دعواتنا تكرر انه هذا اخر رمضان ان شاء الله هنا. آمين آمين. ان شاء الله رمضان القادم كلكم يم اهاليكم، كل ابن يم اهاليتنا وبديارنا. يلا اشربوا تمر هندي. يابا هنا عندنا سنجار، وسنجار يعني الموصل نينوى. نينوى وهنا صلاح الدين. يلا خوش حجي. وقد عندنا هدية قدم قناة سامراء اللي هي أخيرة راح نختم بها، راح نسوي لكم فد مسابقة بيناتكم، تشوفوا لي يفوز صلاح الدين ونينوى. تمام يابا اعطينا ريتمون. ها؟ أقول لك سؤال. راح أقول لك سؤال تقول لي إياه. ماشي؟ بس من طلع صوت طلعون ثيابكم خارج المسابقة. زرق ورقة. سيلفي سيلفي. تمام؟ ميناتهم ولا واحدة؟ لا واحدة سيلفي. تمام؟ يلا راح يقول لك شغلة إذا عرفتها راح تربح. لا 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 لا. سد حلقك سد حلقك سد حلقك حب سد 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 حبيبي أشر بيدك بالإشارة بالإشارة خيوط مال بنيش بالإشارة بالإشارة ماشي 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 دقيقة وين جماعة صلاح الدين تعال حبيبي هسه راح تشوفوا شو راح يقولوا له وين بزيخو اللي باشرين بزيخو زين بس خلي هاي تعال يلا سوي لي اشر بايدي سيلفي سيلفي ها ها حبيبي تعال تعال شلون سواله يلا يلا يا حبيبي جملة ثانية شوف ماكو جملة ثانية الله كريم كل عام بخير ينعاد عليكم الصحة والسلامة ان شاء الله يلا مشاهدينا الكرام ايه صورة يا بابا يلا مشاهدي الكرام رمضان كريم نعد عليكم الصحة والسلامة نتمنى نكون قدمنا لكم حلقة حلوة وممتعة من قناة سامراء آني وحاج روان حاج روان شلون يومك ما تعرف تمام يلا ملتقانا يوم غد إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامجكم تمر هندي في أمان الله تمر هندي شلون